بتأجر بيت في كندا، مستأجر جديد وبتدور على سكن، بيت أو شقة، يبقى لازم تشوف الفيديو ده. الفيديو ده هيكون فيه معلومات مهمة جدا هتفيدك كمستأجر لمنزل داخل كندا. يا سلام، الواحد ما يرتاحش غير في بيته يا حورية. قبل ما نبدأ الفيديو عايز افكركم انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي هنحطها على القناة. اول نقطة هنتكلم عليها النهاردة وهي البادجت الخاصة بالسكن. مهم جدا انك تحدد قيمة البادجت الخاصة بالسكن ليك قبل ما تبتدي تدور على سكن. هدفع في الشهر قد ايه؟ وكتير جدا من الناس ما بتبقاش عارفة قيمة الايجارات الفعلية في كندا، وعلشان كده انا عملت فيديو هيظهر لكم اللينك بتاعه دلوقتي، وهحط لكم كمان اللينك بتاعه في الديسكربشن، واللي فيه هتقدروا تفهموا وتعرفوا اكتر قيمة الايجارات داخل كندا على حسب المدن وعلى حسب المناطق كمان. معرفتك لقيمة البادجت بتاعتك هيساعدك جدا انك تحدد انهي مدينة انت هتسكن فيها، وهتوفر عليك كمان ضغط نفسي وسترس ووقت ممكن تحط نفسك فيه. كتير جدا من المهاجرين قبل ما بيوصلوا كندا بيعتمدوا على ان هم يسألوا الناس، وبناء على كده بيعرفوا افضل المناطق، وبيكون هو حاطط قيمة معينة للبادجت بتاعته، ويفاجئ ان المنطقة اللي الناس رشحوها له بعيدة او اعلى كتير من الامكانيات المالية بتاعته. عشان كده بنصحكم تشوفوا الفيديو اللي هيظهر قدامكم دلوقتي. النقطة التانية وهي بعد ما تكون حددت المدينة، هنحدد دلوقتي المنطقة اللي هنسكن فيها جوه المدينة. من اهم المعايير اللي انا دايما انصح فيها هو الرانكينج بتاع المدرسة، هيظهر الفيديو اللي اتكلمنا على الموضوع ده فيه دلوقتي، وهحطه لكم كمان على الديسكريبشن. النقطة التالتة وهو موضوع توفير الديبوزيت، والديبوزيت ده بيعتمد على توفير اول واخر شهر قيمة الايجار لاول واخر شهر، الفيرست واللاست، لازم يكونوا معاك كمستأجر. اما بقية الاشهر ايجار الاشهر فده بيتم عن طريق كتابة شيكات لصاحب العقار، بوست ديتد تشيكس بالاشهر كل شهر بقيمة الايجار. النقطة الرابعة وهي الكريدت ريبورت. اهمية الكريدت ريبورت واللي بتطلعها من ايكويفاكس ان هي بتدي انديكيشن او مؤشر لصاحب العقار، هل القيمة بتاعة المرتب بتاعتك لما بيتم الاستقطاع الخاص بالمصاريف بتاعتك الشهرية هتكفي ان انت تدفع الايجار للبيت بتاعه ولا لا. النقطة الخامسة وهي الامبلويمنت ليتر واللاست تو باي ستابس، شهادة اثبات انك تعمل، وكمان اخر شيكين للراتب واللي بيأكدوا انك بتعمل وان في دخل بقيمة كذا، وان كمان القيمة دي مثبتة من خلال الباي ستابس اللي بتتحول لك من جهة العمل. النقطة السادسة وهي حالة البيت نفسه. يا جماعة لازم تروح وتشوف البيت وتشوف حالة البيت عاملة ازاي. اذا كان البيت قديم فتأكد ان ممكن يكون في اعمال صيانة كتير، او اذا دخلت بيت وكان في مستأجر مثلا والمستأجر ده لسه ممشيش وحاجته موجودة، ولقيت البيت متبهدل وحالته مش كويسة، وده ممكن يكون مؤشر على ان صاحب البيت مش بيهتم بصيانة البيت، وقد يحدث لاحقا ان يحصل بينك كمستأجر وبينه كصاحب البيت مشكلة. لو حصل لا قدر الله اي عطل او اي مشكلة في البيت انه ممكن يتنصل من اعمال الصيانة. وده هيخلينا ننتقل لنقطة رقم 7 وهي بند الصيانة. مهم جدا انك تتأكد ان بند الصيانة مذكور في العقد، وان البند ده محدد ليه قيمة معينة والخاصة بالقيمة اللي انت هتتحملها كمستأجر، يعني مثلا 50 دولار 100 دولار 150 دولار عشان تقلل حدوث اي لغط قد يحدث بينك وبين صاحب العقار لاحقا. البند الثامن وهو بند الزيادة السنوية، تأكد دايما ان بند الزيادة السنوية مذكور في العقد وانه هيتماشى مع القيمة اللي بتحددها اللاندلورد اند تيننت بورد. وهقول لكم كمان على نقطة مهمة جدا، كل البيوت او الشقق اللي اتبنت واتسلمت لاصحابها بعد نص نوفمبر 2018 بتكون معفاه من تطبيق قيمه الزياده السنويه اللي بيتم اقرارها من اللاند لورد اند تيننت بورد. يعني ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ممكن تكلمينا بالعربي هفهمكم اكتر. يعني مثلا السنه دي اللاند لورد اند تيننت بورد حدد قيمه الزياده السنويه بقيمه 2.2، فبالتالي البيوت اللي احنا ذكرناها اللي هي اتبنت واتسلمت بعد نص نوفمبر 2018 ما بيتمش تطبيق هذه القيمه عليها. فبالتالي لو كان البيت اللي انت هتستاجره جديد واتبنى واتسلم بعد نص 11/2018، تأكد ان في قيمة مذكورة تكون متفق مع صاحب البيت عليها، يعني مثلا 3% 3.5%. خلي بالك قوي لان هي لو مش مذكورة فصاحب البيت هيزود عليك القيمة اللي هو عايزها، وساعتها لو لجأت لللاندلورد اند تيننت بورد هيبقى الصلاحية كلها لصاحب البيت لانه معفى من تطبيق هذا القانون. النقطة 9 وهي النقطة الخاصة بإيجارات اصحاب الشقق.
كتير جدا من اصحاب الشقق ما بيكونوش عارفين او ما بيكونوش متاكدين اذا كان في لوكرز ملحق بالوحده بتاعتهم ولا لا، او اللوكرز ده بيبقى عباره عن مساحه زياده تقدر تخزن فيها حاجاتك الشخصيه او حاجات مثلا عندك انت محتاج انك تاخد هذه المساحه، فتاكد ان اللوكرز ده من ضمن العقد بتاع الايجار بتاعك ولا لا. مهم قوي قوي تخلي بالكم من النقطه دي، وتحديدا لاصحاب الشقق. النقطة العشرة، ودي اللي دايما بوصي بيها اي مستأجر جديد، انه يعمل حاجة اسمها status report. ايه موضوع الستيتس ريبورت ده؟ وهو عبارة عن تقرير حالة يوم ما بتستلم البيت، تصور البيت كله، تعمل تصوير من خلال الموبايل وكمان فيديو، وتبعت كل الصور دي بالاضافة للفيديو لصاحب البيت بالميل علشان تأكد انك صورت يوم الاستلام وتحدد فيه حالة البيت انت استلمته ازاي او انت استلمتها ازاي، الحيطان اذا كان فيها اي يعني ما كانتش نظيفة، اذا كان البيت ما كانش نظيف، اذا كان الحيطان فيها اي سكراتشز، اذا كان المطبخ فيه حاجة مكسورة، اذا كان فيه اي جهاز من الاجهزه انت استلمته فوجئت بيه ان هو مكسور، فلازم تسجل كل الكلام ده وتبعته بالايميل يوم الاستلام، لانه بيوفر مشاكل وهدك كبير عليك جدا. ممكن يحصل لا قدر الله لغط بينك وبين المالك ويقول لك انت اللي بوظت، انت اللي كسرت، انت اللي عملت، فبالتالي ده بيكون بروتكشن ليك كمستاجر انك ما تحطش نفسك في اي مشاكل، ويوم ما تقرر تسيب البيت ما يقدرش المالك انه يرجع عليك ويقول لك انت اللي بوظت الحاجات دي، لان في مستند انت بعته بتاريخ استلامك للبيت بيؤكد ان انت ما عملتش اي ضرر حاصل او حدث فعليا في البيت يوم ما استلمت البيت. النقطه 11 يا جماعه، وهي اهميه نظافه الشقه، وتحديدا في ظل الظروف اللي احنا فيها بتاعه ازمه كورونا، فمهم جدا ان انت تتاكد ان بند نظافه البيت واحيانا برضو تعقيمه مهمه جدا ان هي تكون مذكوره داخل البند، وتصر عليها انك تستلم البيت نظيف، لان ده هيوفر عليك هدك ويتوفر عليك كمان ضغط نفسي ووفر عليك فلوس، كل الكلام ده اطلبه وتاكد انه البند ده موجود جوه العقد. تستلم البيت نظيف وخالي من اي اغراض خاصه بالمالك او المستاجر السابق. احيانا المالك بيحط في الجراج بتاعه حاجات بتاعته، ممكن يحط البيزمنت حاجات بتاعته، فتاكد ان كل الكلام ده اتشال بره البيت ومكتوب كمان في العقد عشان تتاكد ان البيت نظيف وخالي، وعشان كمان تمنع اي لغط ممكن يحصل بينك وبين المالك. كل واحد يخلي باله من مغاليبه. يا جماعة إذا كان الفيديو عجبكم النهاردة ما تنسوش لايك للفيديو وتشاروه مع كل الناس المهتمة بالسكن داخل كندا، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد. مع تحياتي دينا الغندور، سلام عليكم.